مرات، وفي كل مرة كان جثمان الحبيس يشح العرق والدم مبللا ثياب الكهنوت والوسادات. وعندما فتح القبر عام 1950، أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هناك. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء، أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير، فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. وظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد، اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. سنة 1828 سنة تأسيس هالدائرة. يا يوسف لا افكش تطلع، هلا بتوقع. لاه يا امي، لاه يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي.
اغسل يا انطون، صار وقت العشاء. يلا يا ولاد. الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. أنطون مخلوق، بأمر من الحاكم أنت مسخر مع أحمارك من بكرة وطالع لنقل المونة والذخيرة للجيش من مجدليا بيت الدين. بس يا حضرة الضابط، لمين بدي أترك عيلة؟ نحن ناس فقرة وهالطفال المعترين ما لهم حل غير هالشي. ما بيهمناش، مهلني يوم أو يومين تدبر بيتي وأمن عيشة ولاد. هذا أمر بكرة عبر الضو. يما يا خيي دير بالك من الولاد، انت بغيابي مطرحي وانا رايح مرتاح البال حيثني متكل علي. غرفين غرفين ميت بغرفين. وين بتجي غرفين؟ غرفين ضايع حد عم شي، ميت مشانطل على الطريق حتى ما قدرنا بتعتيرنا نجيبه وندفنه بالضايع. دفنوها هوني، لا عرفنا لا كيف ولا وين. قام قبل ما يسافر وكلني بالبيت وبالولاد، قول وردي وحنا صاروا كبار بيدبروا حالهم، بس هالصغير يوسف زيل على كنيسي يا عم. عمك الخوري بيكون ناطرة، صار وقت الصلاة. ولك كاطانيوس، ليش شغل فكرك هالقد؟ ما مرت خيك تجوزيت وجوزها عم الخوري بالضيعة.
هلا صار هو بيهتم بالولاد وبيحمل عنك شقلي. صار وقت زيح الصورة، يلا ولف تنزيح. يا ولاد بلا دوشه. ايه وانتوا كمان بلا حكي. يوسف او طوبى للرجل الذي يسعى في سبيل البر. منيح منيح عود. ما تنسوا يا ولاد بكره عيد الرب، بدي اشوفكم كلكم بالكنيسه، مفهوم؟ يلا ضبوا غراضكم وروحوا العبوا. أنا شربت مايك أبو نكد. خلص معنا الدخان، معك شي سيجارة تطن كابونا؟ تكرام بدل السيجارة اثنين. Thank you.
لا يا يوسف لا، افكش تطلع هلا بتوقع. لا يا امي لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي. عجل يا انطون صار وقت العشاء، يلا يا ولاد. والابن والروح القدس الان واحد امين. وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. ظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. سنة 1828 سنة تأسيس هالدائرة.
وعندما فتح القبر عام 1950 أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هناك. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. ظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. وظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. سنة 1828 سنة تأسيس هالدائرة.
لا يا يوسف لا، افكش تطلع هلا بتوقع. لا يا امي لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي. خلص معنا الدخين، معكش سيجارة تطن كابونا؟ تكرام بدل السيجارة اثنين. لا يا يوسف لا، افكش تطلع هلا بتوقع. لا يا امي لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي. صار وقت العشاء، يلا يا ولاد. والابن والروح القدس اله واحد امين. سنه 1828 سنه تاسيس هالدائره. لا يا يوسف لا، افكش تطلع هلا بتوقع. لا يا امي لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي.
أنطون صار وقت العشاء. يلا يا ولاد. والابن والروح القدس اله واحد امين. سنه 1828 سنه تاسيس هالدائره. وعندما فتح القبر عام 1950 أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هنا. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض جثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. والابن والروح القدس اله واحد امين. Thank you.
وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. ظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا أبو خلص معنا الدخين، معك شي سيجارة تطن كابونا؟ تكرام بدل السيجارة اثنين. لا يا يوسف لا، أفكش تطلع هلا بتوقع. لا يا أمي لا يا أمي، يا عذرة دخلك هالصبي. أنطون صار وقت العشاء، يلا يا ولاد. والابن والروح القدس إلى الواحد آمين. فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا أبونا الريس، هون قدام عظمة شربل، كل عظمة
تحني راسك. وهل اللي كتبته كتبته بس. سنة 1828 سنة تأسيس هالدائرة. عندما فتح القبر عام 1950 أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هناك. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية.